يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المحافظات ومدن الجمهورية وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.